لا تسمعوا برشا حاجات تنجم تفيدكم. ضيفتنا الاولانيه مدام خوله شريف قابله اشراف بمركز الصحه الانجابيه بمنوبه. هو الحقيقه كان من المفروض وهو كذلك باش نحكيو فيه لا محاله اهميه الفحص الطبي قبل الزواج. اما واحنا ندردشوا احنا وانا مدام خوله جيت على اهميه دور القابله معني احنا تويكا ما عادش نحكيو عليه ياسر. نسيت تويكا الحوامل وربي ان شاء الله يوصلهم سالمين. يقول لك نختار اني يعني نختار اختيار اني يعني نمشي للعمليه ونولد بالعمليه وهذه معناها يعني مدى صحته زاده. فقعدت نحكي له قلت له بربي مازال عندكم اقبال؟ فما شكون يقول نحب نمشي نعدي عند القابله قبل؟ والله وهي جاوبتني لمحاله في الاوف. اما انا نحب نسمع نحبكم انتم زاده تسمعوا اجابتها. مدام خوله شريف سي مرحبا بك. صباح الخير ريم. نهارك اسعد ليالي. يعيشك ربي يخليك. صباح الخير ساده المستمعين الكل. نعاودوا نقدموه بالسعيدي. مثالش. مدام خوله شريف سعيدي. خوله سعيدي كهو. باهي وشريف النحيو. لا ما عنديش شريف. خوله سعيدي. مرحبا مدام. يعيشك. السؤال اللي قد ندردشوا فيه نحب الناس تسمعوا انا. هو راهي خدمه القابله اللي العباد الكل مش فاهمينها. مثالش انا نستغل الفرصه ويعطيك الصحه على السؤال هذايا. ماشي لبالهم اللي قابله راهي تولد اكهو. لا القابله عندها برشا اختصاصات وقاعدين الحمد لله في تونس قاعدين نتطوروا قاعدين نحلوا في اللي ماستر في اللي سبيسياليتي للقوابل. القابله بخلاف انها تولد اول حاجه عندها العياده ما قبل الولاده وتنجم تعمل زاده عياده ونصائح للمراه قبل الزواج. فما مراقبه الحمل الكل، فما التحضير للولاده والابوه والامومه، فما كيف استعمال كل وسائل منع الحمل، فما التقصي المبكر للسرطانات الانثويه. هذا كل تعملهم القابله. تعملهم القابله كيف التقصي للنساء ضحايا العنف وتوجيههن. هذا الكل موجود عندنا في الديوان الوطني للاسره والعمل البشري. القابله نتاعنا تقوم به. فما التعفنات والامراض المنقوله جنسيا، فما سن ما بعد الياس، كيف هي توجه المراه اللي عندها صعوبه للحمل بعد ما تحضر لها التحاليل تعديها لطبيب الاختصاص. في هذايا نعرف انت معناها في العمومي تخدم. أي. ولكن نتصور انه عندك فكره في هذايا مدام. أي. حكيت معاك انا قبيله قلت لك راهو التوانسه نسيت وانسى ما عادش يتوجهوا للقابلة. أي. ما عادش فما إقبال على أني نمشي للقابلة. حتى كي نحب نعمل عيادة ما قبل الإنجاب نمشي للجينيكولوج، وكي نحب نعمل تقصي نمشي للطبيب المختص في أمراض النساء، وكي نحب نعمل ليكوغرافي نمشي للطبيب المختص في أمراض النساء. أي. ففي اللخب وكل وكي نحب نولد نمشي نعمل سيزاريان. بالضبط. دونك هو الحقيقة في الخاص ولا في العموم عنا راهو في القانون القوابل اللي نجم يحلوا في الخاص، وعنا ديجا قابلات وناجحات بالقدا حالين في الخاص. هذا باش نبداو متفاهمين فيه. في الخاص اللي تبع المراه حتى تولد هي القابله، يعني الطبيب يجي في الاخر بالكل باش يولدها، وساعات توصل ما يخلطش الطبيب تولدها القابله. دونك القابله موجوده في العموم والا في الخاص. قبل خاطر ما كناش عندنا ياسر حكايه نولد بالعمليه، فكانت القابله عندها دور كبير ياسر معناها. هي اللي تحضر المراه وتعاونها وتوعيها وتحضرها بالكدا بالكدا. احنا علاش توا ولاو يجريوا للسيزاريان؟ خاطر نسان ناقصين توعيه. نقصين تحسيس، على خاطر إذا كنا نشوفوا نحطوا ما بيناتنا شنية المزايا ومخلفات العملية نلقاو مخلفات العملية أخي ببار شامل الولادة الطبيعية. دونك نسي مش واعي ديما في مخها كيما المسلسلات والأفلام، برشا صياح برشا وجيعة باش تولد المرأة، وهو سي با سا. سيرتو تو فما البيريتورال، يعني تنجم تولد ما غير حتى وجيعة. دونك هنا أنا بالعكس من بنبر هذا نستدعى نسي باش يرجعوا يعديوا عند القابلة ويسمعوها، وكان عندهم استشارة وإلا سؤال يحاولوا يسألوا. أهمية الولادة الطبيعية لا تحصى ولا تعد، خير برشا من سيزاريان. وكل واحد حر في قراراته، ولكن من واجبنا وإحنا في منبر إعلامي أن نقدم نصيحة. راهو هو في الأخ بكل كل شيء متاع ربي محلاه. بالضبط. معناها وكل شيء متاع ربي يقعد ديما الأفضل والأحسن. أخي في الرضاعة مش فما البيبرون. بالضبط. تقعد رضاعة طبيعية أخي. بالضبط. في الـ في الـ في الولادة مش فما الولادة طبيعية وفما سيزاريان وتقعد طبيعية أخي. هي الطبيعية خير، أما هنا راهو يلزمنا نأكدوا على حاجة، راهو فما حالات يلزمها تولد سيزاريان. باش هنا الطب ما يقولوش. لا احنا نحكيو على الاختيارات. الاختيار. أما الغلطة تقول أنا ماشي باش نولد سيزاريان وأنا حبيت. لا إذا خلي طبيبك هو يوجه. تستشير. بالضبط. خلي طبيبك. لا الرأي الأخير ديما للطبيب. اليوم موضوعنا هو أهمية الفحص الطبي وأكتفي بهذا السؤال معك. بالضبط. عجبني سؤالك، على خاطر في العادة يسألوني ما هي أهمية الشهادة الطبية. أنت جيتني من الأخر الفحص الطبي. الفحص الطبي. على خاطر العباد أوتوماتيكمون باش تكتب الزيقة تحضر كل شيء، تحضر الصالة، تحضر الروبة، تحضر
تحضر الدار تحضر كل شيء، اخر حاجه الشهاده ما قبل الزواج، ومش يبالها هي شهاده وورقه كيما باش تمد بطاقه تعليم بالضبط، كيما باش تمد اوراقها الكل باش تكتب الزيقه وتروح، اللي هي مهمه جدا 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 الفحص. الفحص اهم الورقه. شو الورقه يشريوها ب 5000 و 10000 يصير انه الورقه يعطي لك حدا طبيبك يعطي لك اي واحد، وساعات يمشي يشريوها، تمشي للطبيب السكرتيره حتى جينيراليست تقول بربي نحب شهاده ما قبل الزواج 10000 فرانك تاخذها وتروح. فما اللي يقول لك ما نعطيها لكش الا اذا كان اكثريه ما يعطيوش، اكثريه ما يعطيوش يقول لك ما نعطيك الشهاده لمراه ونعدي عليك، وساعات حتى تمشي المراه وتحب تاخذ ليها والرجل يقول لا لازم يجي راجل. بالضبط. فشو نجم نربح كي نعمل الفحص الطبي؟ نمشي بالمتعني ونعمله بكل جديه. باهي، الفحص يتمثل في ثلاث اربع مراحل باش نتعدي له. اول حاجه الطبيب ياخذ الساعه المراه وحدها والراجل وحده، فما سريه هنا، ما يلزمناش نقابلوا المراه والراجل مع بعضهم، حتى اذا كان لقينا حاجه وما نحبش الشريك يعلم شريكه، هو له الحريه، خاطر هنا فما سر المهني. دونك المراه وحدها والراجل وحده. اول مرحله تصير هي الاستجواب لانتيغوغاتوار، تسال كسوا المراه ولا الراجل عندهم شي امراض وراثيه، الراجل هي يقرب لها ولا ما يقرب لهاش، عندها شي مرض هي مش فايقه به، سكري ولا مرض مزمن ولا تونسيون ولا بعيد الشر، احنا ديما نحكيوا على التقصي للسرطانات الانثويه، علاش لا تعمل اكزامان جينيكولوجيك، تعدي على الثدي نتاعها، تعدي على الاماكن الحساسه، نشوفوا كان فما التهابات نجم تتعدى للراجل ولا بالعكس التهابات من الراجل تتعدى للمراه كيف نفيقوا بها قبل، ديما خير. هذا الكل نحكيوا فيه في الانتيروغاتوار من الاول في الاستجواب، عندهم شي مرض وراثي. اذا كملنا الاستجواب لاباس نتعداو للمرحله الثانيه الكشف الجسدي، نجم تكون هي مثلا عندها ارهاق نفسي، نجم تاخذ دويه ترتاح نفسانيا، ماك تعرف ضغط العرس وضغط الديون وضغط المصاريف، دونك نجمو نكتشفوا اللي فما ينجم يكون عندهم مرض وراثي نفسي، ونجم يتعدل الجنين في قبيه من قبل وناخذوا عليه ادويات باش ولا فما الناس البرا يعملوا دي كونسي جينيتيك قبل العرس باش يتاكدوا اسكو المارياج هذا ناجح ولا لا. فما زاد دي كوبل تبدا ما عندهم حتى مرض الاثنين وبعد ما يجيبوش الصغار كيف نفيقوا به قبل ديما خير. يعني فما امكانيه باش نحدد معناها كل شيء حد ربي ولا محل، ولكن باش نتقسم مبكر الى انه جنين يجي في صحه جيده ولا لا، المراه والراجل كومباتيبل باش يكون عندهم حمل نهار اخر ولا لا، معناها شو شي نجم يربح العبد. فما مثلا احنا عندنا مثلا كيما مرض الامراض للمراه هما يكونوا عندها كيما مثلا تبدا ما عندهاش مناعه من الغبيول، ما عندهاش مناعه من التوكسوبلازموز، الغبيول اللي يعرفوها العباد بتحس بالريح، والا التوكسوبلازموز اللي هي مرض القطاط يقولوا خايفين من مرض القطاط. اذا احنا نفيقوا بها من قبل اللي هي ما عندهاش المناعه نجموا نعملوا لها الفاكسان تاع الغبيول. كيف كيف اذا كان مراه ما وصلتش قرات، احنا بكلنا نعرفوا اللي تفوت الباك تبدا عامله فاكسان ضد الكوزيز، اللي تبدا ما وصلتش للباك ما عندهاش الفاكسان هذيك نسبقوها نعملوا لها الفاكسان باش اذا طلع نسيم من ليله العرس تحبل، دونك تبدا عندها الفاكسان تبدا محميه. هذوما كل كي نفيقوا بهم قبل الزواج باهي برشا نقصوا برشا مراحل، اللي نجم يكون عندها راهو التهابات منقوله جنسيه عاديه ماهيش لا قدر الله الالتهاب الكبدي ليباتيت والا السيدا، اما التهابات اخرى كيف يصير الزواج نجم تتعدى لهم الاثنين، كيف نفيقوا بهم نعطيهم وسائل للحمايه من انتشار هالالتهابات المنقوله جنسيا، وكيف كيف نجم نداويوها، وهذا كله يدخل في الاطار السري. ما تقولش ثم برشا تقول لك لا انا باش نعدي اي الله لا قدر لقيت حاجه باش يبطل العرس بعد ما صرفت جهتنا عرس ويعمل الله دليل، لا نجم نلقاو حلول باش نقصوا من التعكرات اللي تنجم تصير بعد العرس، وراو سري يعني السر باش يكون ما بين المراه والطبيب والا الراجل والطبيب ما يخرجش للزوجه. اذا هي حابه تعلم خطيبه تقول له راهو عندي كذا ويلزمنا مثلا ناخذوا الدواء الفلاني خير، ولا هو يقول هذاك من المستحسن وهو في القانون، راهو اذا كان عندك سورتو مرض معدي كيما السيدا ولا ليباتيت يلزمك تعلم الشريك، اما الحريه ليك انت. انا نعلمك راهو القانون يحكم بالسجن من سنه الى ثلاث سنوات اللي يبدا عنده مرض معدي وما يعلمش شريكه في القانون، انا نعلمك اما انت لك الحريه تحب تقولها ولا ما تقولهاش، ولا بالعكس وارد كيف كيف. ولو انه معناها لهنا زاد مش موضوعنا هو، اما علاش نخلي فيه حتى لين يخلط انا للعقوبه ساعه من الاول كي يبدا مرض معدي وفما خطر على على الروح بالضبط. مش على الصحه برك دي روح بالضبط. ينجم يموت معناه بالضبط، واللي وقتها نقول واللي يصير يصير معناه شنو لو فما حماية فما حماية راه حتى الله اللي قدر شنو أخيب حاجة هي السيدة نجم تاخذ الدواء اللي طايح من الشارج فيغال اللي هي ما تتعداش ولا هو ما يتعداش بالعكس موجود فهمت، واللي هو لازم يكون موضوع آخر خاطر زاد حتى في السيدة يقول لك ممنوع تعرس ولا ممنوع يعرس ولا فيه فما شكون يعرف يعرس فما شكون ما يعرفش
فما شكون يعرف يعرس، فما شكون يعرف يعرس، هذاك علاش هو توجد القانون باش يعاقبوا العباد، فما شكون يعرف يعرس. دونك نتعداو للمرحله الثالثه. المرحله الثالثه هما التحاليل، باش نجيهم فيسع فيسع. الثالثه والرابعه، الثالثه والرابعه ما ناخذش برشا وقت. الثالثه هي التحاليل اللي لازمنا نعرفوا زمره نوع الدم، سورتو باش نعرفوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، خاطر المراه اللي يكون عندها نيجاتيف اذا كان صار لها حمل ولا قدر الله صار لها شويه نزيف يلزمها تزرق لونتي دي، دونك لازمنا نعرفوا، اما ما يبطلش العرس جست نعرفوا الزمره نتاعها باش نتبعوها. ليباتيت قلنا البي والسي اللي يتعداو بالعلاقه الجنسيه، وتصويره الاشعه اللي هي على مرض السل احنا ما عادش عندنا موجود، اما في اللي القانون من عام 1964 شرع فيه المشرع اللي وجوبيه شهاده طبيه اللي ما قبل الزواج فيها الغاديو توراكس لو ديبيساج نتاع توبركيلوز قاعده موجوده. والمرحله الاخرى هي تقديم بعض النصائح. اول حاجه النصائح للزوجين اللي باش يدخلوا على حياه جديده، اللي كيفاش باش يتعاملوا مع بعضهم، نجموا نعطيهم حتى الاخصائيه النفسيه تعطيهم بعض النصائح، كيف نصائح للي ما تحبش تجيب صغار مباشره، تحب تبعد ما بين الولادات نعطيوها الطريقه اللي تحب تستعملها للوقايه للتصبير والا وسائل منع الحمل، كيف اللي باش تحب تحمل كيف نوصيوها كيفاش طريقه الولاده، كيفاش نشجعوها سورتو اللي ولا متوفر التحذير للولاده. والنصيحه الاخرى اللي يلزم يتفاهموا مع بعضهم ويكون التفاهم من قبل الزواج مش من بعد الزواج، على كسوة ديون والا مشاكل، راهو ندخلوا حتى في المشاكل الخاصه احنا، على خاطر النفسيه للزوجين باهية برشا، مش فايده يعرسوا يعملوا حاجه كبيره باش يحكيوا عليها العباد ومن بعد تتعدى حياتهم كل تعبه على خاطر الديون وتكثر المشاكل. وتقعد اسمها صحه نفسيه، راه تحصل صحه نفسيه هي صحه جنسيه وانجابيه ونفسيه. معناها شنو نجمو نربحوا؟ معناها في الاخر بكل الحكايه كلها حكايه فحص، معناها بالضبط. قد ايه بشدك الفحص؟ قد ايه ما بين تساور ما بين جمعه اربع مجانيه، مجاني وتحاليل كل مجانيه. اسمع في المؤسسات العموميه. اسمع سيدك، شكرا لك مدام خوله السعيدي، قابله اشراف المركز الصحه الانجابيه بمنوبه دوار هيشر. شكرا لك على وجودك بحضينا، والحقيقه جيت على برشا مواضيع مهمة شرنا نرجعوا لها إن شاء الله. كل موضوع وحده، مثلا سيدا وحده مهم، مثلا تحذير المرأة للإنجاب أو لعدم الإنجاب بالضبط بعد الزواج مباشرة مهم جدا زيدا، وإن شاء الله تكون بحضينا مرة أخرى في تفاصيل تنجم تهم العروسة والعروس. ربي زين عليكم وإن شاء الله ديما فرحانين.